منذ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء وقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 بعد تفعيله لثلاث سنوات استجابة لتداعيات جائحة كورونا، تزاحمت السيناريوهات القلقة حول مصير آلاف المواطنين ممن استفادوا من أمر الدفاع رقم 28 الخاص بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين وأمر الدفاع السادس الخاص بحظر إنهاء خدمات الموظفين خلال فترة سريان القانون، واليوم وبعد نحو شهر على وقفه، ماذا تحقق من تلك السيناريوهات؟ للإضاءة على هذا الملف نرحب بالسيد حمادة أبو نجمة رئيس بيت العمال. أهلا بك يعني سيد حمادة. في البداية نقول يعني بعد الانتهاء من أمر الدفاع أو العمل بأوامر الدفاع بصورة عامة، هل وصلتكم شكاوى من العمال وما طبيعة هذه الشكاوى إن وصلت؟ صباح الخير، شكرا لكم. مؤكد أنه يعني في إحنا نتحدث عن سوق عمل واسع في قطاعات متعددة، ومن المتوقع أن يكون هناك قد حصل إنهاء خدمات، ولكن لا أتوقع أن يكون هناك إنهاء خدمات واسع على نطاق واسع كما كان يحذر منه سابقا. نحن يعني لا ننكر وجود حالات إنهاء خدمات، ولكن حتى إحصائيا لا يمكن ضبط العملية، لأن الأمر أصبح بمجرد إلغاء العمل بقانون الدفاع أصبحت صلاحية النظر في قضايا الفصل التعسفي وإنهاء الخدمات هي قضية من صلاحيات المحاكم. وبتعرف إجراءات المحاكم يعني تختلف عن تقديم شكوى إلى وزارة العمل مثلا كما كان خلال العمل بأوامر الدفاع، والأمر يتطلب إجراءات أمام المحاكم لتسجيل القضية وتحضيرها وتجهيزها، وهذا يعني أنه الفترة المحدودة من تاريخ إنهاء العمل بقانون الدفاع يعني حالات الفصل المنطقية سيد حمادة منذ أن يعني أولي تفعيل هذا القانون. احنا حذرنا من البداية من بعض التصريحات اللي كان يصدرها البعض، والذي كان يعني يشير إلى أنه مجرد إنهاء العمل بقانون الدفاع يعني الأمر إنهاء خدمات أي عامل بدون أي قيود، وهذا الأمر غير صحيح. حذرنا من هذه التصريحات من البعض لأنها كانت تشجع أصحاب العمل على إنهاء خدمات دون العودة إلى قانون العمل. حقيقة قانون العمل يعني في ضوابط حقيقية فيما يتعلق بإنهاء الخدمات، لا يمكن لأي صاحب عمل أن ينهي خدمات أي عامل دون الاستناد إلى أسباب مبررة نص عليها قانون العمل صراحة. يعني ليس فقط مجرد توجيه إشعار إلى العامل يعني أصبح صاحب العمل في حل من أمره في أمام القانون. قانون العمل يوجب على صاحب العمل توجيه إشعار صحيح، ولكن أيضا يوجب عليها أن يستند إلى نص قانوني صريح في قانون العمل يجيز له إنهاء خدمة العامل. يعني هناك المادة مثلا 28 من قانون العمل اللي بتنص على 9 حالات مخالفات يرتكبها العامل كالتزوير وانتحال الشخصية، يعني بمعنى مخالفات صارخة ليست بمجرد عدم تفاهم صاحب العمل مع العامل يجوز له إنهاء الخدمات. هناك المادة 21 من قانون العمل اللي بتحكي بأنه يجوز انتهاء عقد العمل إما باتفاق الطرفين أو بلوغ سن تقاعد الشيخوخة للعامل أو انتهاء مدة العقد بطبيعته إذا كان محدد المدة، وبالتالي ليس هناك من حالات مطلقة يعني تجيز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل. هذا الأمر إحنا لدينا قانون قبل وجود وتنفيذ وتفعيل قانون الدفاع، لدينا قانون العمل، وقانون العمل فيه ضوابط على مدار يعني عقود معمول بها، وبالتالي الآن أصبح الأمر فقط عدنا إلى تطبيق قانون العمل اللي بتضمن قواعد واضحة. طيب وفيما يتعلق بقانون العمل، هل ترى سيد حمادة يعني أن قانون العمل ببنوده الحالية هو قانون كافي لحماية الموظفين أم أنه بحاجة لتطوير على بعض بنوده؟ يعني فيما يتعلق بضبط أمور الفصل من العمل هناك زي ما ذكرت أنا قواعد واضحة وراسخة وكافية أيضا. طبعا الأمر يعود إلى التطبيق، والتطبيق هو من صلاحية المحاكم فقط الآن. يعني في خلال العمل بقانون الدفاع كان صلاحية لوزارة العمل أن تتدخل في موضوع الفصل التعسفي وتتخذ إجراءات
وتحقق وما إلى ذلك. الآن أصبح الأمر هو صلاحية خالصة للمحاكم، والمحاكم لديها تاريخ راسخ وطويل في هذا الشأن، وهناك ما يسمى بالقواعد. يعني باختصار شديد، قانون جيد أم أنه بحاجة إلى بعض التعديلات؟ بسرعة ولكن سيد، لا في هذا الشأن لسنا بحاجة لتعديلات في هذه المرحلة، لدينا فقط النصوص الموجودة القائمة، بحاجة فقط إلى تطبيق أمام المحاكم حسب القانون. السيد حمادة أبو نجمي رئيس مركز بيت العمال كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.